سلطان متخاذل وصل من المهانة والمذلة موصلاً لم يسبقه إليه أحد من الأمراء المسلمين. سمح بشرب الخمور فوق قبة الصخرة، ليس هذا فحسب، بل منع الأذان وتغاضى عن دق أجراس الكنيسة فوق المسجد الأقصى. وسلطان آخر مقدام سطع نجمه في بلاد يحكمها الشقاق والنزاعات والاحتلال الخارجي. بسيفه وحنكته وحد البلاد وأجبر الصليبيين على الفرار إلى أوروبا محملين بويلات الهزيمة الماحقة. بعض خلفاء هذا القائد الصنديد عشقوا السلطة، وعلى صخرة نزاعهم كسرت روح العزة وانكشفت بلاد المسلمين للمحتل. من الخلفاء سلطان خائن أدمن الخيانة وعشق الذل، قدم 20 رهينة من أقاربه للصليبيين، بل وتعهد بدفع 15,000 دينار جزية لهم. هذا الاستسلام كله فقط في سبيل أمر واحد، العرش والسلطة. صفقاته بخسة أضاعت مجد أجداده. أين كان هذا ومتى؟ عام 1187 صلاح الدين الأيوبي يحرر بيت المقدس من سطوة الصليبيين مؤسساً لعصر العزة كانت عنوانه. عام 1193 يرث عرش الدولة الأيوبية عديد ملوك همهم السلطة، فتضيع مكتسبات تحرير بيت المقدس وينتهز الصليبيون الفرصة للانقضاض على بلاد المسلمين. عام 1226 يحتدم الصراع بين سلاطين الدولة الأيوبية لينزلق السلطان الكامل في وحل النقصان والانكسار بتسليمه بيت المقدس للصليبيين مقابل الحفاظ على عرشه. عام 1240 من حلكة الظلام يشع وميض بطل أيوبي يقول لسلاطين السلطة كفى عبثا، ويسير نحو استعادة أمجاد أجداده. والحكمة تكمن في التفاصيل. إلى هنا في حرقة تموز يوليو من عام 1099 سقطت القدس تحت نيران الاحتلال الصليبي، ليزداد تموزها وآبها وأيلولها وكل شهورها حراً أشد من الرضاء. لسنوات كانت القدس تكتوي بهذه النيران، بينما البلاد الإسلامية في حالة شقاق وحروب بينية. في ربوع حلب والموصل لاح ضياء الدولة الزنكية ذات الأصول التركية عام 1127. لهيب نيران احتلال القدس أفقد أفئدة السلاطين الزنكيين الطمأنينة، وبخلاف الدول الإسلامية الأخرى جعلوا همهم تحرير القدس. لذلك الهدف أرسل السلطان نور الدين محمود زنكي القائد أسد الدين شيركو برفقة ابن أخيه صلاح الدين يوسف ابن أيوب المولود في تكريت بالعراق إلى مصر، وذلك بهدف صد الصليبيين عنها، حيث استنجد العاضد لدين الله الخليفة الفاطمي بنور الدين زنكي. ضم مصر لنفوذ الدولة الزنكية أو نشر قوة عسكرية في أطرافها أمر رآه نور الدين محمود زنكي أساسياً كي يصد خطر الصليبيين عن مصر ويجري استعدادات لتحرير بيت المقدس. في كانون الأول ديسمبر من عام 1168 دخل أسد الدين شيركو مصر مسيطراً عليها عسكرياً بعد عدة حملات استمرت عدة سنوات. حاكم مصر حين ذاك الخليفة الفاطمي العاضد لدين الله عين شيركو وزيراً له كمكافأة بعد مقتل وزيره شاور المتعاون مع الصليبي. ولم يلبث شيركو أن وافته المنية في آذار مارس من عام 1169 في القاهرة،
وبدلاً منه أصبح صلاح الدين الأيوبي وزيراً للدولة الفاطمية الشيعية. ولم يرث صلاح الدين من عمه منصباً بقدر ما ورث عزماً على تحرير القدس. في مصر لم ينقلب صلاح الدين على الخليفة الفاطمي العاضد لدين الله مباشرة خوفاً من الفتنة. في موضوع بقاء صلاح الدين وزيراً للخليفة الفاطمي دون الانقلاب عليه، تجدر الإشارة أيضاً إلى تمسك أركان الدولة بالخلافة الفاطمية رعاية لمصالحهم، وذلك ما دفع صلاح الدين لاتباع أسلوب التغيير الناعم والمتأني. بالمناسبة، خلال هذه الفترة كان نور الدين يرسل لصلاح الدين أن ابدأ بالتغيير، ولكن 3 أعوام كان فيها صلاح الدين وزيراً للعاضد خلالها أغدق العطاء على سكان مصر وأحدث إصلاحات اقتصادية في الزراعة والتجارة من خلال شق الأودية وتخفيف الضرائب وغيرها. بالمساعدات العسكرية التي أرسلها له نور الدين محمود من الشام، قوي مركزه في الجيش. بهذه التدابير قويت قبضة صلاح الدين على أركان الدولة الفاطمية، وتراجع حس المصريين المقدسين للإمام الفاطمي كإمام للمسلمين مقابل ازدياد تمسكهم بصلاح الدين. لذلك عندما حانت اللحظة المناسبة وبأمر مباشر من نور الدين محمود، قطع صلاح الدين الخطبة عن العاضد معلناً نهاية الدولة الفاطمية وإلحاق مصر بالخلافة العباسية. وتوفي العاضد لدين الله بعد 3 أيام من ذلك، بوفاة العاضد في 10 سبتمبر 1171. انطفأت شمعة الدولة الفاطمية في مصر، وبفضل إصلاحاته المتعددة أصبح صلاح الدين مقبولاً ومرغوباً به كأمير لدى غالبية المصريين. حلم الملك العادل نور الدين محمود زنكي برؤية القدس محررة لم يكتمل، إذ عاجله القدر بالوفاة في 15 أيار مايو 1174 ليحمل صلاح الدين الأيوبي راية التحرير. في الشام انقسم قادة الدولة الزنكية على أنفسهم، واختلفوا على وصاية الملك الصالح إسماعيل بن الملك العادل نور الدين، إذ كان طفلاً صغيراً في ذلك الوقت. مشوار صلاح الدين نحو القدس بدأ بالتخلص من أمراء الدولة الزنكية المتنازعين فيما بينهم في الشام، ولهذا منحته الخلافة العباسية لقب سلطان مصر والشام عام 1175. توفي الصالح إسماعيل صغيراً عام 1181 ليصبح صلاح الدين سلطان الشام ومصر بشكل فعلي وبدون منافس. وبذلك رفرفت راية الدولة الأيوبية في ربوع الدولة الزنكية غداة توحيد مساحة واسعة من البلاد الإسلامية وسيادة الاستقرار فيها. توجه صلاح الدين نحو تجهيز جيش التحرير، وأخذ يشحد الهمم همم الناس ويرفع معنويات العزة ومشاعر السخط على الصليبيين لديهم. ومع شروق شمس 1187 أضحى صلاح الدين جاهزاً بقوة عظيمة لتحرير القدس، وأخذ يتحين فرصة الوقت المناسب. في غرة تموز يوليو من عام 1187 أغار الأمير الصليبي صاحب قلعة الكرك والشوبك في الأردن أرناط رينود أو رينولد دي شاتيلون على قوافل الحجاج المتجهين لمكة المكرمة، وتمادى حتى جهز حملة لمهاجمة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن صده جيش صلاح الدين. هذا الحدث حرك صلاح الدين، حيث أرسل إلى كل رجاله وأعوانه في جميع أركان دولته يطلب منهم القدوم بجل قواتهم إيذاناً بالتحرك نحو القدس. وفي 4 تموز يوليو من عام 1187 وقعت واحدة من أكثر المعارك حسماً في التاريخ، إنها معركة حطين.
قائد المسلمين كان صلاح الدين الأيوبي، والصليبيون كانوا تحت راية ملك مملكة بيت المقدس اللاتينية جيدي لوزنيا. بالقرب من قرية حطين الواقعة بين الناصرة وطبرية وقعت المعركة. النصر الساحق كان من نصيب المسلمين. ملك مملكة بيت المقدس جيدي لوزنيا، بالإضافة إلى عدد لا حصر له من الأمراء الصليبيين من ضمنهم أرناط، وقعوا أسرى في يد المسلمين، وقتل صلاح الدين أرناط بيده عقابا له على تماديه في غيه. تذكرون؟ لأنه قتل الحجاج، قافلة الحجاج بشراسة بعد حطين. تم استعادة المدن الساحلية الواقعة تحت وطأة الاحتلال الصليبي، عكا وبيروت وصيدا ويافا وقيسارية وعسقلان. تحرير صلاح الدين لبيت المقدس كان في الثاني من تشرين الأول أكتوبر، أي بعد معركة حطين بثلاثة شهور. مشهد دخول صلاح الدين للقدس أحيا روح الإباء والاعتزاز بالنفس لدى المسلمين. إباء حمى القدس من اعتداء الصليبيين لسنوات قبل أن ينكسر على صخرة التهاء خلفاء صلاح الدين بنزاع العرش. في هذا المحور إن أردت أن أقول شيئاً فالناس على دين ملوكهم، إن صلح الحاكم صلحت أحوال الرعية، وصلاح الحاكم من صلاح الحاشية والمستشارين والوزراء. والآن بعد وفاة صلاح الدين الأيوبي، ماذا فعل جيل الهدم؟ دعونا نرى. الأجداد تكد وتتعب لتحقيق الإباء، والأحفاد يصلون السلطة بدون عناء، فتصبح همهم وأولويتهم بعيداً عن مبادئ الحفاظ على استقلال البلاد وقوتها. يسمي ابن خلدون هذا الصنف من أحفاد الحكام بالجيل الهادم. محورنا المظلم في هذه الحلقة يبدأ بعد وفاة صلاح الدين. بعد التحرير شعرت روح صلاح الدين وكأنها أتمت المهمة، ففارقت جسده في الرابع من آذار مارس من عام 1193. من بعده تم تقسيم الدولة الأيوبية بين أبنائه وإخوته جراء خلافهم على من يرث العرش وحده. مصر أصبحت من نصيب عماد الدين أبي الفتح عثمان الملقب بالعزيز، ودمشق من نصيب الأفضل نور الدين علي، وحلب من نصيب الظاهر غازي غياث الدين، والكرك والشوبك من نصيب الملك العادل شقيق صلاح الدين. خارج الأسرة الأيوبية استقل الأمجد مجد الدين بهرام شاه بن فروخ شاه بإقليم بعلبك، والأمير منصور محمد بن تقي الدين عمر استقل بحكم حماه. التقسيم الجغرافي والانفصال السياسي أضعفا الدولة الأيوبية. ذلك الضعف فتح شهية الصليبيين للعودة إلى الشرق، وفي عام 1194 تمكن الصليبيون من الاستيلاء على مدينة جبيل أو جبيل كما نقولها أو ننطقها بالعامية. استولوا على المدينة وقلعتها أيضاً. وفي عام 1197 وصلت عكا حملة صليبية بقيادة الإمبراطور الألماني هنري السادس. تحرك حاكم الكرك شقيق صلاح الدين الملك العادل لصدها، ووقعت معركة دارت رحاها في تل العجول أو تل العجول قرب غزة، انتهت بهزيمة الصليبيين وموت هنري السادس. في خضم هذه الأحداث تدخل الملك العادل في الصراع القائم بين أبناء شقيقه سعياً لإبعادهم عن السلطة والاستئثار بها لنفسه. توفي في عام 1200 سلطان مصر عماد الدين عثمان،
فطلب من أخيه أمير دمشق الأفضل القدوم إلى مصر ليكون وصياً على وريث عرشه المنصور ناصر الدين محمد. غير أن الملك العادل سارع الخطى من الكرك ليفاوض الأفضل، فأقنعه بالحصول على إمارة في الشرق، ومنحه سميصات التابعة لمرعش وديار بكر في تركيا حالياً مقابل التنازل عن الوصاية على ناصر الدين، وقبل الأفضل بذلك. حصل الملك العادل على وصاية الطفل ناصر الدين ولم يلبث أن خلعه فوراً. في السنوات الأخيرة من حكم الملك العادل زادت وتيرة الحملات الصليبية المعتدية على بلاد الشرق الإسلامي، وفي عام 1217 انطلقت جحافل الصليبيين ضمن الحملة الصليبية الخامسة، فأضحت بانياس وأجزاء من حوران تحت الهيمنة الصليبية. في عكا اجتمع مجلس الحرب الصليبي وقرر مهاجمة دمياط. كان الملك العادل في دمشق، فأرسل معظم قواته تحت قيادة ابنه الكامل إلى مصر. الكامل، هذا الاسم الذي يتوجب علينا أن نحفظه في هذه الحلقة. الكامل هو الاسم المحوري في قصتنا. كذلك طلب العادل من ابنيه المعظم عيسى صاحب دمشق والأشرف موسى بالتحرك المشترك ضد الصليبيين في حواضر الشام في سبيل إشغالهم عن مصر. أثناء محاولات الصليبيين لاقتحام دمياط توفي الملك العادل في آب أغسطس من عام 1218 ودفن في دمشق. في ظروف استثنائية شديدة الحرج تولى السلطان الكامل مصر بعد وفاة أبيه، وكانت هذه الظروف أول اختبار حقيقي له. عندما علم عسكر الشام المتواجدون في مصر بوفاة الملك العادل، انسحب بعضهم نحو الشام دون علم من السلطان الكامل. عسكر مصر اتفقوا مع القائد عماد الدين أحمد بن المشطوب على خلع الملك الكامل وتمليك الديار المصرية أخاه الفائز إبراهيم، نقمة على إخفاق الكامل في ردع الصليبيين. لما أحس الكامل بذلك هرب من معسكره في قرية العادلية باتجاه الشام، فساد الفزع في أرجاء المعسكر وترك الجنود خيامهم وأسلحتهم. الصليبيون انتهزوا الفرصة وأحكموا حصارهم البحري والبري على دمياط واستولوا على معظمها. من الشام عاد الكامل ومعه أخوه المعظم عيسى الذي هب لنجدته وأنهى تمرد ابن المشطوب. عاد حكم مصر للسلطان الكامل، وحينها دعا للجهاد، فقدم أخوه الآخر حاكم الرها وخابور الأشرف موسى بقواته. جهز السلطان الكامل قوة برية تدعمها عشرات السفن وباغتت القوات الصليبية. قوة الصليبيين كانت أكبر من قوته من حيث النوعية، لذلك تمكنت من صد هجومه. السلطان الكامل ينقش حروف التخاذل والخيانة. النزاع على العرش بين سلاطين الدولة الأيوبية بعد صلاح الدين قتل روح الكبرياء وأحدث حالة من التراخي وفتور الهمة لدى الشعب. والجيش أيضاً الذي تراجعت قوته وانحرف هدفه نتيجة تفكك أواصر الدولة الأيوبية بمناوشاتها الداخلية. هذا ما دفع السلطان الكامل للتجرؤ على نقش فضيحة الخيانة والهوان. يئس الكامل سريعاً من التصدي للحملة الصليبية، بالرغم من أنه أظهر قدرات هائلة في إمكانية التصدي لها. كانت تحصينات دمياط منيعة ما حال دون سقوطها في يد الصليبيين، غير أن الصليبيين كانوا عازمين على احتلالها ليطول حصارهم مدة سنة ونصف. حصار أدى إلى مجاعة كبيرة في دمياط. خوفاً على عرشه في مصر وحرصاً على إحكام قبضته على الجيش ورغبة في حكم خال من التحديات، ويأساً من انعدام دعم الدول الإسلامية الأخرى، حيث كانت في هول من هجمات المغول التي أخذت تدق حينها أبواب بغداد، عرض السلطان الكامل على الصليبيين التنازل عن بيت المقدس وما يحيطها باستثناء الكرك والشوبك مقابل فك الحصار عن دمياط.
وعقد هدنة بين المسلمين والصليبيين مدتها 30 عاما. إلا أن الصليبيين رفضوا هذا العرض المغري والسخي جدا. تخيلوا، عرض عليهم أن يتنازل عن بيت المقدس، إلا أنهم رفضوا ذلك. بعد فترة وجيزة عاد السلطان الكامل بعرض جديد يشبه ما جاء في اتفاق أوسلو عام 1993، ذلك الاتفاق الذي تضمن التنازل عن قرابة 79% من أراضي فلسطين التاريخية للمحتل. عرض السلطان الكامل الثاني شابه اتفاقية أوسلو من خلال التنازل عن أجزاء من فلسطين للعدو المغتصب. عرضه المخزي شمل تنازلاً عن نابلس وصيدا وعسقلان وطبرية وسائر ما فتحه السلطان صلاح الدين من بلاد الساحل، وفوق ذلك يدفع للصليبيين 15,000 دينار شريطة بقاء الكرك والشوبك في يده، بل والتكفل بدفع تكاليف إعادة تحصين بيت المقدس وباقي القلاع التي خربها المسلمون في بلاد الشام، على أن يكون هناك مجلس لتحديد تكاليف البناء، وأخيراً هدنة مدتها 30 عاما. السلطان الكامل كان متنازلاً ومهادناً لدرجة تعهده بتقديم 20 رهينة من أقاربه يحتفظ بهم الصليبيون مدة 2 عام كي يضمن للصليبيين تنفيذ ما تقدم من شروط. أبدى عدد من أمراء الحملة الصليبية استعدادهم لقبول عرض السلطان الكامل، إلا أن البابا هانوريوس الثالث والقساوسة رفضوا العرض بشدة، راغبين بدخول البلاد تحت وطأة السيف ومخططين لتطبيق استراتيجية صلاح الدين القائمة على أن المسيطر على مصر يسيطر بسهولة على بيت المقدس. بعد حصارها الذي دام ما يقارب 19 شهراً، سقطت مدينة دمياط في يد الصليبيين في 22 نوفمبر من عام 1219. في عام 1221 تقدم الصليبيون للاستيلاء على القاهرة. كانت قوة الصليبيين تفوق قوة الجيش الأيوبي، لكنهم لم يكونوا على علم بطبيعة الأرض المصرية وما فيها من قنوات مائية للتصدي لهم. نقل الكامل معسكره إلى منطقة تقع قبالة قرية جوهر، وهنا بدأ يبني قلعة المنصورة. وفي عام 1221 تحركت القوات الصليبية من دمياط إلى العدلية استعداداً للتقدم نحو القاهرة. وصلت القوات الصليبية فارسكور، فقامت قوات الجيش الأيوبي بقيادة الكامل مع أخويه الأشرف والمعظم بفتح سدود المياه من كل جانب لتتدفق المياه وتغرق القوات الصليبية. شق الصليبيون طريقهم وسط الوحل مرتدين إلى شاطئ دمياط وسط حالة من الضعف والتشتت. استقر رأي القادة الصليبيين على الصلح مع السلطان الكامل لتجنب هزيمة قد تكون نكراء، ومال الكامل للقبول بالصلح، وبذلك فشلت الحملة الصليبية الخامسة في السيطرة على مصر ومن ثم بيت المقدس. وبهذا الانتصار تجلى بأن وحدة المسلمين قادرة على صد أعتى قوة للمعتدين. فهل يقتنع الكامل بذلك؟ لم تهنأ البلاد الإسلامية طويلاً حتى دب الصراع والخلاف عام 1226 من جديد بين السلطان الكامل وأخيه المعظم عيسى أمير دمشق على مساحات النفوذ. استعان المعظم بسلطان الدولة الخوارزمية جلال الدين الخوارزمي. في المقابل استعان السلطان الكامل بإمبراطور ألمانيا فريدريك الثاني تسليم البلاد التي لا يملك حق تسليمها، والتي شقي أجداده لاستعادتها من مخالب الاحتلال الصليبي. تكتيك الكامل الذي لا يعرف له بديل. استعانة الكامل بفريدريك الثاني جاءت مقابل تعهده بمنحه بيت المقدس وجميع فتوحات صلاح الدين بساحل الشام. لما علم أخو الكامل المعظم بالخبر جن جنونه،
وبادر لتجهيز قواته لحماية بيت المقدس، إلا أن الموت عاجله عام 1227، وبذلك أصبحت الساحة خالية للسلطان الكامل لتنفيذ مشاريعه في التنازل والتخاذل. بناء على طلب الكامل منه بناء تحالف مشترك، جهز فريدريك الثاني عام 1228 الحملة الصليبية السادسة بقوة صغيرة لم يتجاوز تعدادها 600 فارس. وصل فريدريك الثاني عكا، وطالب السلطان الكامل بإيفاء تعهده بتسليم القدس، إلا أن نفس السلطان كامل حدثته بالتراجع بعد وفاة أخيه، وطلب من سفيره الذي يخوض المفاوضات مع فريدريك بإطالة أمد المفاوضات. زاد فريدريك الثاني من مطالبة الكامل بتسليم بيت المقدس لدرجة وصلت إلى استعطاف الكامل حد التذلل والبكاء له، حيث كتب للكامل: أنا مملوكك وعتيقك، أنت تعلم أنني أكبر ملوك البحر، وقد علم البابا والملوك بطلوعي، فإن رجعت خائباً انكسرت وانكسرت حرمتي بينهم. وسط هذه المفاوضات اجتمعت عدة عوامل دفعت الكامل لإعادة تفكيره بتسليم بيت المقدس، أهمها صاحب دمشق الناصر داود بن المعظم الذي سار على خطى أبيه في التحالف مع سلطان الدولة الخوارزمية. خشي الكامل أيضاً من رغبة سلطان الدولة الخوارزمية جلال الدين الخوارزمي في التوسع نحو الغرب، أي فلسطين ومصر. وكان جلال الدين يرغب في صد الصليبيين الذين باتوا على مرمى حجر من بيت المقدس بعد أن أتم الإمبراطور فريدريك الثاني تحصيناته في يافا، لكن الكامل خشي على عرشه وقرر صده. بدلاً من التحالف أو التصالح مع جلال الدين، واصل الكامل سيره نحو تسليم بيت المقدس لفريدريك الثاني. في تلك الفترة خارت قوى الدولة الأيوبية، واندثر حماس المسلمين حيال مقاومة الصليبيين، ما دفع الكامل لتوقيع اتفاقية يافا في شباط فبراير من عام 1229. وقعت الاتفاقية باللغتين العربية والفرنسية، ونصت على الآتي. هذه بعض نصوص هذه الاتفاقية. تخيل: أولاً، تسليم بيت المقدس للإمبراطور فريدريك الثاني لمدة 10 سنوات على أن تظل أسوارها وتحصيناتها خراباً. ثانياً، يأخذ الفرنجة بيت لحم والناصر. ثالثاً، ألا يكون للفرنجة موطئ قدم خارج هذه المناطق. رابعاً، تظل قرى بيت المقدس وضواحيها في أيدي المسلمين ويديرها وال مسلم وتكون البيرة مقراً له. خامساً، يظل المسجد الأقصى المبارك بما فيه من معالم كالصخرة والجامع القبلي في أيدي المسلمين. سادساً، تكون القرى الواقعة على الطريق بين القدس وكل من عكا ويافا تحت إدارة الصليبيين لحماية أرواح الحجاج الصليبيين وضمان سلامتهم. سابعاً، يتعهد الإمبراطور فريدريك الثاني بالمشاركة في الدفاع عن السلطان الكامل ضد أي عدوان حتى من الصليبيين أنفسهم. طبعاً الكامل صدق هذا الكلام. باختصار شديد، بيت المقدس والناصرة وبيت لحم مقابل التحالف ضد خصوم الكامل من المسلمين، بنود أقرب ما تكون لاتفاقيتي أوسلو ووادي عربة معاً من الناحية أو من ناحية التنازل عن الأرض. في 18 من آذار مارس من عام 1229 تسلم فريدريك الثاني مفاتيح بيت المقدس من قاضي نابلس شمس الدين نيابة عن السلطان الكامل. رغم كل ما قام به فريدريك الثاني، إلا أن الكنيسة رفضت الاتفاقية وطردته من الرحمة لدخوله بيت المقدس بواسطة التفاهم لا السيف. حتى نعرف من هي الأمة المتعطشة للدماء؟ من هي الأمة التوسعية التي لا تفهم التوسع إلا عن طريق السيف؟ اقرأوا عن الإسلام، اقرأوا عن عدالة الإسلام في الحروب. لن ترضى عنك اليهود والنصارى مهما استسلمت يا كامل. فهل يتنازل الكامل أكثر؟ أم يعود عن فعلته الشنيعة؟ أتساءل.
قد تظن ونظن جميعاً أن السلطان الكامل أكمل خيانته بالكامل، وهذا غير صحيح. السلطان الكامل زاد الطين بلة حين طلب عدم رفع الأذان في المدينة أثناء وجود الإمبراطور فيها احتراماً له. هذا القرار أثار استياء المسلمين وحتى الإمبراطور فريدريك نفسه، حيث قال للقاضي شمس الدين: أخطأ فيما فعل، والله إنه كان أكبر غرضي المبيت في القدس وأسمع أذان المسلمين. تخيل هذا فريدريك يتحدث مع شمس الدين القاضي. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، هذا ما صدحت به القدس من فعلة الكامل. جمع من المسلمين هزه صدى الأنين برغم صخب الفرقة والنزاعات. في المقابل أثارت اتفاقية يافا وما تبعها من خضوع واستسلام موجة عارمة من السخط والأسى في الرأي العام لدى معظم المسلمين. عدد من الفقهاء والعلماء، أهمهم العالم شمس الدين سبط ابن الجوزي، اختاروا الطريق القويم، معتبرين تسليم بيت المقدس بهذه الطريقة وصمة عار في جبين البيت الأيوبي بصفة عامة. وأخذ العلماء يحركون العامة للضغط على أمرائهم لإجبارهم على استعادة بيت المقدس. لعظم المصيبة، حضر الأئمة من بيت المقدس إلى مخيم السلطان كامل في تل العجول بالقرب من غزة، يبكون ويصرخون على ضميره علّه يهتز للأمر. أذنوا على بابه في غير وقت الأذان، عسى يشعر بالأسى، لكن لا حياة لمن تنادي. اشتد الإنكار على السلطان، وتوافد عليه العلماء من سائر الأقطار يحثونه على العدول، لكن الكامل همه العرش وما سواه تفاصيل ثانوية حتى أقدس المقدسات. في دمشق حزنت قلوب المسلمين على الأمر، وأقاموا المآتم حزناً على تسليمها. أمير دمشق الناصر داود ابن المعظم ابن أخي الكامل أخذ في التشنيع بعمه، وطلب من العالم الشيخ شمس الدين ابن الجوزي بأن يندد بما فعله عمه من منبر دمشق ليثير الرأي العام ضد فعلته العظيمة الشنعاء على إثرها. تحرك الكامل نحو دمشق للسيطرة عليها وطرد الناصر داود. تصدى الناصر داود لعمه الكامل، غير أن أخ الكامل حاكم الرها وخابور تآمر مع أخيه الكامل ضد الناصر داود، حيث أوهمه بأنه سيناصره، والحقيقة أنه اتفق مع الكامل وطرد الناصر داود منها إلى الكرك. طرد الناصر داود لم يطفئ شعلة غضب المسلمين على الكامل. عندها أحس الكامل بشناعة فعلته، فأخذ يبرر موقفه بالتهوين من شأن الاتفاقية وحصر أمرها في تسليم الكنائس فقط للصليبيين، وهذا ما لم ينطلي على المسلمين أساساً. ثار رأي العام، لكن لم يفضي إلى تحرك يبطل الاتفاقية. في السادس من آذار مارس من عام 1238 توفي السلطان الكامل، ولم يغير موقفه أو يؤنبه ضميره ليموت تاركاً كارثة من ورائه. من بعده تولى الحكم ابنه الثاني وهو العادل سيف الدين الحكم. أحس الأخ الأكبر الصالح نجم الدين أيوب بأن نهج أخيه العادل هو نهج أبيهما الكامل في التخاذل كما كان لاهياً، فأخذ الصالح أيوب يسعى لخلعه من الحكم. وهكذا ظهر بطل قصتنا الصالح أيوب الملقب بنجم الدين على ساحة تخاذل الأمراء الأيوبيين، ولكن مع خلاف بينه وبين الناصر داود. ولتوضيح خلفيات هذا الخلاف نعود قليلاً إلى الوراء. ففي السادس من مارس آذار عام 1238 بعد وفاة الملك الكامل وتسليم مدينة بيت المقدس لفريدريك الثاني ملك ألمانيا، دخل الأمراء الأيوبيون من بعده في حالة صراع على السلطة وتوزيع المناصب، فاتفقوا على تنصيب العادل الثاني ابن الملك الكامل سلطاناً على مصر بدلاً من أخيه الأكبر الصالح نجم الدين أيوب. وقد غدر الناصر داود بابن عمه الصالح أيوب حين طلب حمايته بعد ذلك، فحبسه هو وجاريته شجرة الدر. وبينما الصالح نجم الدين أيوب في الأسر، استعاد الناصر داود بيت المقدس
وأخرج الصليبيين منها في 7 ديسمبر كانون الأول عام 1239 للميلاد. وبعدها أطلق الناصر داوود سراح ابن عمه الصالح أيوب مقابل تقاسم السلطة معه، ولكن الصالح أيوب تنكر للعهود التي قطعها لابن عمه الناصر داوود، وعين نفسه سلطاناً على مصر انتقاماً منه لما فعل. فما كان من الناصر داوود إلا أن قام بتصرف مشين، وهو تسليم بيت المقدس للصليبيين بعد أن حررها قبل عام، نكاية بابن عمه الصالح نجم الدين أيوب. وبهذا يكون بيت المقدس قد سلم للمرة الثانية للصليبيين. الصالح نجم الدين أيوب ابن الكامل كان نقطة الضوء في حلكة العتمة. الصالح نجم الدين أيوب ابن أبيه، لكن لم يقل هذا ما رأينا عليه آباءنا، بل أخذ يعمل ليعيد مجد أجداده أو جده صلاح الدين الأيوبي تحديدا. الحقيقة أن الإنجازات ليست مستحيلة، لكنها تحتاج إلى الجد والعمل. الأمر ليس سهلا. لاستعادة بيت المقدس ومواجهة الأخطار المحدقة، وسع الصالح أيوب نطاق حكمه بما يشمل دمشق وبعض المناطق في فلسطين، كما كون جيشا قويا من المماليك والأتراك. حتى عام 1240 أصبح لدى الصالح أيوب جيش قوي الأركان نوعي العتاد، وبه دخل القاهرة، وسهل له في ذلك رفض قادة جيش العادل الدخول في المعركة. اعتمد الصالح أيوب على المماليك في تأسيس جيشه، فكان جيشاً شديد العزم سريع السيطرة على نفوذ الدولة الأيوبية لصالح نجم الدين أيوب. دمشق وما حولها أصبحت تحت حكم الصالح عماد الدين إسماعيل الأيوبي. بعد وفاة أخيه الأشرف عام 1237 وأخيه السلطان الدولة الأيوبية الكامل الذي توفي عام 1238، أي أن الصالح إسماعيل عماد الدين هو عم الصالح نجم الدين أيوب ابن الكامل، أذكر هذا حتى لا تدخل الأسماء ببعضها البعض، تخوف الصالح عماد الدين ومعه أمير الكرك الناصر داوود من احتمال توجه الصالح أيوب نحو دمشق، فطلبا المساعدة من الصليبيين مقابل تسليمهم جميع ما فتحه صلاح الدين الأيوبي، ومن ضمنه بيت المقدس، الجوهرة التي يتاجر بها الجميع. لذا شكل الصالح عماد الدين بالتعاون مع أمراء الشام الأيوبيين حلفاً مع الصليبيين مناهضاً للصالح نجم الدين أيوب في مصر. بالغ الصليبيون في غطرستهم حتى صاروا يحتسون الخمر فوق قبة الصخر، وعليها وضعوا جرساً يدق للصلوات الكنسية. صعب هذا الأمر على نفس الصالح نجم الدين أيوب، ووجد نفسه مهدداً بحلف صليبي يضم الصالح عماد الدين وأمير حمص المنصور إبراهيم وأمير الكرك الناصر داوود لتجاوز هذا الأمر. تحالف مع الخوارزميين في عام 1244، سار بجيشه من مصر باتجاه بيت المقدس. استنجد الصليبيون بأمير أنطاكيا وطرابلس وعكا أيضا، بل وبحلفائهم الأيوبيين، إلا أن أحدا لم ينجدهم، وجرى قتال عنيف انتهى باستعادة بيت المقدس بعد احتلال صليبي تم بتواطؤ من سلطان مسلم. حينها تلألأ نجم الدين أيوب في سماء القدس كما سطع نجم جده صلاح الدين من قبل. لكل خيانة أثر، وخيانة الكامل كانت خيانة شنيعة نتج عنها الكثير من الفظائع. أذكر لكم على سبيل المثال
من خيانة الكامل أو ما ترتب على خيانة الكامل. أولاً، ضياع جهود صلاح الدين الأيوبي ومن سبقه كعماد الدين زنكي، تلك الجهود التي بذلت لتحرير بيت المقدس من براثن الصليبيين. ما معنى كلمة ضياع الجهود؟ ضياع الجهود أي ذهاب تضحيات التحرير المضنية سدًا، جهود بذلت لسنوات وسنوات بغية الوصول لحالة النهوض والاستقرار، جهود كلفت الكثير من الرجال والأموال والخبرات والطاقات. الخيانة لا تعني الانتصار أبداً، الخيانة هدم لإنجاز كلف الكثير. ثانياً، من الآثار المترتبة على خيانة الكامل تمخض عن خيانته عودة الصراع بين المسلمين والصليبيين إلى المربع الأول الذي بدأت منه منذ سقوط أنطاكيا عام 1098، صراع بين جسم قوي كبير مجرم صليبي وجسم مسلم في حالة انهزام وضعف. حالة الضعف هذه زادت بتخاذل الأمراء الأيوبيين من بعد الكامل وخيانتهم، فلك أن تتخيل ماذا سيحل بأطفال ونساء المسلمين ممن كانوا تحت حمايتنا مثلا. من الآثار المترتبة أيضا، خيانة الكامل فتحت شهية الصليبيين في أوروبا لإعادة الكرة مرة أخرى للاستيلاء على كل ما تم فقدانه بعد معركة حطين الواقعة عام 1178. أيضا من الآثار، صدمنا بانتشار الفوضى في بلاد المسلمين لمدة ليست بسيطة، لمدة 100 عام. هذا تاريخ كبير جداً، 100 عام، مدة طويلة جداً جداً. فوضى في كل مكان، فوضى إدارية واجتماعية وسلوكية، لدرجة أن الناس استمرأوا الخيانة والتخاذل، وغابت قدسية المقدسات، والجند تحولوا من جيش تحرير إلى جيش سلب وتسلط. وهذا طبيعي طبعاً عندما تشيع الخيانة ويراها المجتمع وجهة نظر أو أمراً طبيعياً. خامساً، من الآثار المترتبة، بخيانته المقيتة سن الكامل سنة بغيضة، سنة تسليم الأمراء الأيوبيين بيت المقدس للصليبيين بهدف التحالف معهم ضد المسلمين. فمن بعد الكامل سيسير ابنه العادل الثاني وأمراء آخرون على دربه للخيانة. يا إخوة يا كرام، بيت المقدس تراث إسلامي، تحريره وحمايته فرض على كل مسلم. قصتنا حملت الحسرة والمسرة، الإنجازات العظيمة ليست مستحيلة لكنها صعبة وتحتاج للجد والعمل. التاريخ يتمجد بالأبطال ويتغزل بسيرتهم، أما الأنذال والمتخاذلون فيلفظهم ويذكر سيرتهم للموعظة وأخذ العبرة لا أكثر ولا أقل. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، الأمل سلاح الشجعان، والخير موجود في أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم حتى قيام الساعة. من صلب البطل يولد المتخاذل، ومن صلب المتخاذل يولد البطل. فلا يؤخذ الإنسان بنسبه بل بما يحدده من مسار لحياته. فهل حددنا مسارا لحياتنا؟ كانت هذه خيانة الكامل في حلقة اليوم، فأظلمت ولكنها ستشرق في مكان آخر.